تحسين الوضعية المادية للمؤذنين لسيدات والسادة النواب المحترمين فريق التجمع الدستوري. تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير، يقوم المؤذنون بمجموعة من المهام بالإضافة إلى أداء الأذان، إلا أنهم سيد الوزير يتقاضون مكافأة شهرية نعتبرها جد هزيلة. لذلك نسألكم سيد الوزير، ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تحسين الوضعية المادية للمؤذنين؟ وشكرا. شكرا سيد النائب. جواب سيد الوزير. احترام، نشكركم على سؤالكم، متفق معكم، هزيلة، ولكن ما كان والو، ما كان والو، ما كانوش المؤذنين نهائيا داخلين في القيم الدينيين، لان داخلين وعندهم واحد العدد ديال الامتيازات الاجتماعية، وعندهم واحد المكافأة بسيطة ستزداد، وهما فئات، الفئات اللي هي مثلا هما هذا الشيء كيهمش 6000 ولا 7000 المؤذنين، اما الاخرين راه هما اصلا في البادية هما أئمة، بمعنى كتعطى للإمام واحد المنحة ديال الأذان. لذلك احنا متفقين على هذا الشيء، احنا كنصحوا فيه، كان يعني كنحسنوا فيه، اما يعني المساله هذه لا تخفى على احد. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير على اجابه، لان سيد الوزير احنا عرفنا ما كاين والو، ومني ولات هذه المكافاه بغينا نعرفوا تقريبا القدر ديالها، حتى قلنا بانها هزيله، لانه لا يعقل ان هذا المؤذن ياخذ هذيك المكافأة اللي كيف ما قلتوا ما كان والو، لأن كتعرفوا الصلوات الخمس هي تقريبا تتكون متقاربة، يعني هذاك المؤذن خصو يكون قريب للمساجد، وبالتالي ما كيمكنلوش يمشي يدير شي عمل واحد آخر من غير الأذان. وهذا الشيء علاش سيد الوزير كان خصنا نفكروا فيهم ونحسنوا الوضعية ديالهم. شكرا سيد الوزير. شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية؟ لا يبدو. عندكم إضافة سيد الوزير؟ بغيت نقول لكم شحال، 1000 درهم أو 500 درهم بالنسبة للمحسنين، وهي كتظل مع ذلك ضعيفة، قلت لكم عاد بدات وكتزاد كما الأئمة، غادي تزاد إن شاء الله حتى توصل مع امتيازات أخرى. فيعني متفقين على هذه القضية، يعني ما غير قضية ديال القيمين الدينيين، راه حنا فيهم بحال بحال، فلذلك ما يظهرش لهم باللي راه شي حد كيدافع عليهم وشي حد ما داهاش فيهم، هذا هو. شكرا. شكرا سيد الوزير.